بداية أنا عبالي همسة ماجد، بس بعدين تمعنت شوية. لا والله يقولون يعني أكو شبه منها. تحياتنا لهمسة ماجد. تحياتنا إلها. صراحة ماكو فرق بصراحة، يعني حتى الصوت، نبرة الصوت همسة ماجد كأنه تقلديها لو أنت هيك. سبحان الله. هو أنا هيك. صار لك قد مقدمة برامج؟ يعني فترة قليلة، راح يصير لي سنة إن شاء الله. التوفيق بحياتك أكيد. ايش قد تصرفين يوميا؟ والله يعني ما اعرف، مرات اصرف انه 75، مرات 5000، مرات حسن. مرات ما اصرف اصلا. اعلى مستوى ايش قد صرفتي؟ يعني من اروح يم الصايغ؟ ها، يم بالذهب. يم بالذهب؟ ايش قد تصرفين يم بالذهب؟ اوصل للمليونين، هيك 3 ملايين واطلع. زين، كلش قد تشترين ذهب؟ يعني كل هيك 5 اشهر 7 اشهر. جمعين الرواتب تشترين بيها؟ ايش عندنا غير الذهب؟ زينه وخزينه قالتها علينا. انا وياك بهذا الفكره. حضرتك متزوجه؟ لا لا. ولا مريت بتجربه حب؟ لا، انا داعش حاليا قصه حب. والله يعني حاليا انت في قصه غرام؟ هسه ابويا يموتني كذب. ابويا يخزيني. لا، صدق او لا؟ لا، بالنهاية الحب حلو بالحياة أكيد، بس يعني أكو شغلات الإنسان يتحفظ بيها، وأكو لا يقدر يعلنها. بس كأنه أكو حب. إيش تريد أبويا يقتلني؟ أكيد. أعلى هدية إيش قد كان سعرها ولمن وديتيها؟ والله أعلى هدية لوالدتي. إيش قد؟ يعني ما ذكر سعرها، بس إنه غالية. يعني تعبر الألف. ألف دولار؟ يس. واو. إيه؟ حجية ألف دولار جايبتك هدية، تعطيني شوية من عندها. أنا أتمنى لك كل التوفيق بحياتك. يا رب إن شاء الله تحققين كل أحلامك وطموحاتك. شكرا لك. شكرا لك. أتمنى لك التوفيق. شكرا.